الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وده دور المهندس حسين بيه. طبعا كلنا نتمنى انه التنافس بين كل الأندية في الدوري العام في كل الألعاب انه يكون تنافس شريف، واللي احنا كنا شايفينه خلال الفترة اللي فاتت من توتر كبير بين الأندية الكبرى هو في الحقيقة ما كانش في صالح المنتخبات الوطنية، وكان بيعمل احتقان. اعتقد انه الوضع اللي احنا شايفينه، وانا مش هتكلم على الوضع الرياضي، انا هتكلم على الوضع السياسي، اعتقد ان احنا يجب ان نتغاضى عن هذا الكلام. العلاقة اكيد هتكون فيها الاحترام، العلاقة هيكون فيها التنافس الشريف بكل تأكيد يعني. وانا عايز اقول لحضراتكم العديد من اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي اتصلوا بمجموعة من القائمة واتصلوا بي انا شخصيا، ويعني زي ما بيقولوا كده بيقدموا السبت لمبادرة ان شاء الله ل يعني تحسين العلاقات اللي احنا كنا يعني كنا شايفينها. لا يجوز ابدا النادي الملكي زي ما كمان بيقال من شوية يخرج منه هذه الألفاظ وهذه البزاءات حتى لو كان ده منافس. ما ينفعش، مش هو ده، مش هي دي القدوة. وعلى فكرة القيادة قدوة، زي ما بيقول كده باللغة الإنجليزية lead by example. حضرتك قدوة لما تكون رئيس نادي أو عضو مجلس إدارة في نادي، نادي شعبوي زي نادي الزمالك، كل كلمة تطلع منك، كل حركة تطلع منك، كل تصرف يحدث منك لازم تكون واخد باله منه كويس جدا جدا جدا. وفي شباب كتير شايفينك قدوة، في شباب كبير شايفينك مثل أعلى، في شباب كتير بيحس إن هو في يوم من الأيام يحب يكون في هذا المكان اللي حضرتك قاعد فيه. فيجب تكون قد المسؤولية، يجب أن تتحمل هذه المسؤولية. ومن هذا المنطلق دي هتكون علاقتنا دون الإخلال بكرامة نادي الزمالك تحت أي ظرف وتحت أي بند أبدا. مش معنى إنما هيكون التنافس والأخلاق والتعامل بالرقي إن إحنا كمجموعة هنتنازل عن أي حق أو حقوق لنادي الزمالك أو أي طرف هيحاول يعدي الخط الأحمر إن إحنا رسمين. أهلا وسهلا بيك، طالما أنت واقف واحد الخط، أول لما هتحط صباع رجلك على الخط ده التصرف هيكون في منتهى الشدة، لأن أعتقد كلنا محتاجين نرجع حقوق نادي الزمالك اللي إحنا شايفينه حقوقه مهدورة خلال الفترة اللي فاتت. أشكركم ومش عايز أطول أكتر من كده، لأن احنا عملنا شغل كتير جدا خلال الفترة اللي جاية.